سلام تغطات التنائي شانل كمي كني خون كمي تخون السنة كت كونن اي وتر من يوتيو عبزا فيديو زيا عمرونا كخفت الناس غل اكد دست زربا ويكا نزازي ويكا حكتات نالبات بقوبو قوبو نسمعون نغوون كاب اف بريزدنت نا امريكا نبر دونالد ترامب كان يكرم بريزدنت نا امريكا بسو حزب امريكا يفوتوي فركز با امريكا دما مريت وانيرو بخالة زراربا سلمنتاي سو بيفوتونيرو عالم لخي كاروت بريزيدنتاتنا علاماتون زياده يفوتونيرا سلمنتاي مخانو حجكن سمعينا مخنياتو بوليتيكانيا سو لزي كوناي انتاي نيرو نتحقق كم زلو اي زوطا انتاي مالتايو ابزا فيديو زيا كاب اف زوطه ابيت مستيرات تي بشفني امريكا تغبرو بعلو بقالات خجلص كلو كنسمينا السترا يكونن نا يوروبا حبرد ما خنسمينا ازيا قداسي دارك حوس نزازغن بلينا كاود ما كن مهار نغلينا لايك كبروا كسام مودا تتعجزكم تصنيحكم دما كن مهارينا كابو مجمريا بناي دونالد ترامب بزعبا إيراق سزاربو كن زارب ورانا إيراق كما يكمز بلينا Obviously the war in Iraq was a big fat mistake, all right? Now you can take it any way you want and it took Jeb Bush, if you remember, said it was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. Okay, all right. Go. سو نتاي بلالو بزوع زربان جيب حصر زبلكن قدامي نغر نيراق زورنا لو جيغا يبلالو كالاي اب امريكا امريكا بيراق زو سدت سغمتين استخفل مسواتن كساراي نيرو يبلالو قال كلتي نابيرا كن كيت كلنا نوك كنا تخلنا ز نغرو نيرا اني كل راوا صورنا عالم زسغ كيميكالاون جنملنا صور الله ز باز نبر حسوت مخانو ينكرالو ز نغر ز دبا بتتغاغامي ايفن بريزيدنت جورج بوش ز نبرون زغلوتو يركال كمصالكم يركال غزي تشو انتي مالاتيو امريكا نحد نغر كتتقع تدليا زدليه تشفنه غيرا كم تغبر ديموكراسي سلو زخون ناصا بريس سلو زلوم كن سنحيلو تحقي مات مالاتيو سو بزو غزي امريكا بزاب حد نغر كتبل كلا تتنقنا حنصو باكن كل كم زلنا كل امريكا تغبرو حماوي وي انوتي بلي لهم بزو بوليتيكاوي وي كاستراتيجيكاوي من كساس امريكا غنرب حنا امريكا نبر نتوم حزباو زلو يكون اذا حدايو Next country is the leader of the Bazaba Gaddafi. Tati took him a last call as the governor interview. Miss CNN, CNN, Salatio. So, Miss CNN, I for 2 1 year, the Donald Trump will have to go to him. I should go to a Hologan, Haki Zara Musu, Buzur, name Habakilas, Lazablu, Miss Mayaj. So, but you also recently said that the Middle East would be better off with Gaddafi, Saddam Hussein, and Assad in power. We certainly have not gained anything with Gaddafi, and you look at what happened. I mean, look at Libya, look at Iraq. Iraq used to be no terrorists. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism, Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy, he was a horrible guy, but it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's እዚ ዘረባዚ ናይ ብሓቂ ክትንክፈና ዘሎ ወይ ሓደ ሓደ ግዜ እትንምነዮ ንደልዮ ኣሰብ ኢልና ክንሓስበሉ ኣለና ሊብያ ኣነ ብኣይ ሓሊፈ ካብ ጥልያን ትብትም ሃገር እያ ነይራ ብኩሉ ነገራታ የስ ብትምህርቲ ክንጥልያ ናይ ማዕበሉን የስ ብገለገለ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኢኖቬሽን ኣብ ይበፅሑን ብዩኒቨርስታት ኣብ ይበፅሑ ንኾኑ ንድዒ ብምዕባለ ብኢኮኖሚ ብርጉእነት ግን ኣዝዮም ርጉኣት ከለዉ የብ ሓሊፈ 2008 ማለት እዩ እዚ ازيو حبتام ازيو تتغرصون قال مليون لعل زبص حجر نيرو ديكتاتور نيرو مننوع عمل زجزه نغوس نيرو كم دليتكم كنت زاربو تخليهم كنريو خلنا لو مزال ليبيان شعز نبرت ليبيان قد ودادرون يكون ليبيا زود قدما ابعدا ديمقراسي لزي نبر نحزب سلاشف لاي يكون غرافي نا افريكا يونيون جيرو باطيرا نا افريكا كوت سلازدلي زخول شجر وريدو سلازي አንጻር ምዕቡር ዓለም አንጻር ኤሮፓ አንጻር አሜሪካ ደው ክትብል ካል ድሌትካ መብዛሕቶም ዲክታተራት አሜሪካ ትድግፉ ኣብ ካል ዓለም ዘሎ ዲክታተራት ብኣሜሪካ ትድግፉ አንጻር አሜሪካ ክዛረቡ ምስ ጀመሩ ግን ሽግር ኣሎ ንኣብነት ስዑድያ
كاب ناي قدافي زي حاشم حذر يزلو بنقوس يا تم حذر زدليو كبروا من السعودية صخونا يبلو منهم نقدافي جن نكيل توسيم لذي كل جزية بوليتيكا نايزن معبولات عرب كم دونالد ترامب بحق الزقلت لنا كم غيرنا كم فلطة كن كلا لنا نيكست كن سمين نزل فيديو تريزر لهم أبي وكم كتلوت وخمت دليل دعنا له أمبار نزلوت إنهم بس مجمع ريات حساس بنا هنكير علىنا نتاي مالتيو أكند إن جنزب راين قوي جنزبنا أنا خمس رحلنا هنجب كن كلا لنا ستوك ماركت كمون كريبتو أزيد سبق عدل على لبزوان زي تحت وريدون له على جوت إديب سلزلو سلزي جنزبنا بنك خمد ريات كابز تكملو نحنا خم تكملو إنفست هنجب رالنا فليتنا أستوعينا مالتيو تعالي ترف جزينا أكند جزينا زباخنون إنرجينا زباخنون نجبر نحنا استكم حدش كيلت نمهر نمعبل سبحان قابو أتاوي تحتنا خن عبي صار سيد ما لو من عنا سبحان ذلك ناس خون بيزنس ديو ريل استيت خن جز نبجز أبزق عزك حق زكم زخل بزق قرصات علىنا كتعمكم يخليو تتعاموا لي بلكم thank you so زيد ما نبي أوروبا خملاسينا أوروبا ديمقراطية فتحية قال ملا بزوك جبرة بأوروبا أبملا على بينا نتعرين زملو. Listen to this now. Ukraine democracy تجهيزي لميم برتوجي كتيفا ما بيجا. Now زياكنا تاتن سبايا. This weekend, a 16-year-old girl was sitting at home in Jenin, Palestine. When she heard people scream outside, she went to the roof to see what was going on. And on the rooftop of her own house, an Israeli soldier shot and killed her. Two bullets to the face, one to the neck, one to the shoulder. Jana Zakarne, an innocent... I'm going to talk to you about the Europe. أربعة تيت قتيلوا ما أبرسا أكسادا منكوبا بمهرامي بلالو زيا سبزيا أبجزا خلا إيا تقتيلا زلا نمنتايز بلزلو نسمعيو جانا زاكارني an innocent child another one killed this year Israeli forces have assassinated several tens of Palestinian children continue to destroy Palestinian schools and homes and stealing occupying ever more land But what does the European Union do? Nothing. Worse, it intensifies relations with Israel. You speak of human rights, but you let Israel kill with impunity. That hypocrisy disgusts me. So, Taibla Malo. Zukunatat zi, Hatsir, Sra Ahmed, Asart Ahmed, Kaliz Gabre, Kaliseb Ahmed Gabre, Kali Tassimoni, Kali Politician, Cesar Bonk Samina. إسرائيل نزاعوا قال قتيلاته يقال ما ندري هيكونن بزح إنه تابع للفلسطينيين كنا نوي عمتات مريتهم نجرتهم جزاؤهم هزبو كم زبطون يتجيرو حتى جزيون إسرائيل أوروبا حبرت أنت على إسرائيل تزاري باي فلتيني أوكي بنتعرو مس إسرائيل زلوا زندنا أم عيالن أم برتعن يقايلو ويبلنا شو بزعبا سبعة مسهلات بزعبا human rights بزعبا كل أبكالوت علم متى تتعاون زربان نقفيتان اجدان كتقبرو خلهم يحفروا كحفر قبع مخنياتو أب كل معري الرأي سلزي بلنا سلزي بلكم النابلين أقفو معلو ديمقراسي سلزي خوني بقلت يوم تزاربو أنا ود بقلت غزارب زخي بعلوم سلزي نقو نازلوي next نسمع يوم مثلا يوكرين كود دايدما انتا عينت مرقص واسيدو نسمع يوم زي ناي ايرلاند بوليتيشن ابي اوروبا You're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin but you will not use the same strength of language when it comes to describing Israel's treatment of the Palestinians when it is now being documented and detailed by two of the most respected human rights organizations anybody who looks honestly at the decades of Table Mallo نا يوكرين كنا كنا تات ولع مسبلة مع التات أيوة جزية وصلت لكم قال كيفكم تزبرت كنا نك على تتكلمكم لي نبوتين راشيا كت كنا نو ميديا دمالك كمان مالك أنت خانه قبل على فلسطين كان كلنا عمتات زغت عليه كأوز قدت قف إن وز عنت أجمع من كله
كندوا غالبا كلنا نفلطوا نقر يوكرين ابزا عدي كمي تقبال لترغيبو امولي يوروبا بخمي اوف نابل تقبل امام كالوت هزب عالم ايفن افغانستان سوريا ايراق زخول برتو شجر مدم فساس نزلوهم هاقراد كن اقبا بروسس نايم كبالو كساك ليه كبين مخانوس لازي ايوروبا دليتهم قبر خولي ما بحدهم تساقم يبليناني اتزارباز زاربون زوز قمتن يزحس كن حاسبو اللي زقبالنا Honestly, at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinian successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. 5 days sanctions against Putin, 70 years of oppression by Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. And of course, we all know بك على تومي زاد قعم زلون سو نزبنا زغصله وسع قال كما كنت كفتولو ابارتايد مالت فلالي خامك زع مالت نخلت عبرت السب سو كمو نزق قال ونكتب لي اي كعلكم نتو زلو كنتاتكم كنت قلت يكعلكم بتا قالاتكم كن زاربك اغدا مفتاح يا مصنيو يخم تبلون يركم يبلا مال بتا قالات اب فلسطين اب اسرائيل كون كل غدا مفتاح كونن تبلون يركم يكداس اب روسيا اجتها نخد قبرقن حمش سماحاتي وسيد لكم كنت كنا نوانس وكنت اتوزز لذي تناتكم هكايدا تناتكم هزراربا تناتكم وسانتات هيبوكرس ويكا مسلوين نتزل لو دا أمبر نربحاكم دا أمبر نربحاكا الهزبي نديموكراسي نمكلخار فتحنا اي سبات نمرقاقاس هيكون مغنياتو اي فلسطين كنتات بخلو امتم هيومان رايتز بهالو تنبغز خونا دوكومنتنا عامتا زلو قهود نقارن حبار زيد ليو حزبين مريتين رستنا عطوم توريسهم زي إذا كقول زي كلمة أجمز ورادهم زبيهم نزقن أمام زنون مهاب أجمعين بروكم نبلي. To impose sanctions, and of course we all know the reason that the standards are not consistent is because to call out the apartheid state of Israel would be to run foul of the concerns of certain states that are now presenting themselves as defenders of democracy. So in general, عالم نيرب حم خانك تبرهلا إليه زقبر لازلوا زقبر لازلوا هذا فيديو كابانة رئيس بلوكم دم كاب استفلا عليك إلى تاتين بوليتيكية تاتين زمزة زرباينا نسمى زلنا بزعبا يوكرين. President Donald Trump تايلو Donald Trump I think بزح سب زير دونا قرن تلو زي سقى بسنك ميديا بسنك mainstream ميديا نزيس بز كم تلو ليهم زفرتون عن يرو التدني سوز بلو تحط كلا نيا زربا دم عم ميديا يمتصون يميرو One to one is it? I got my energy. But about Ukraine, the hatred is more so. Adam, are we the only ones that give the big money to the Ukraine? We give money to Ukraine, and it's bothered me from day one. And you have plenty of people just here. I say, how come it's always the United States that gets ripped? Frankly, Ukraine, we want to help them. But I was having a problem with the two things. Number one. كومنس دانس بهالزي دونالد ترامب ني يوكرين كان حقز جنزب هبا هب امريكا كت حقز يا قلب زبل وكل اجزاء دونالد ترامب تايز بالنير مهدار ناتو امريكا فيرست از بالنير زخونه بريزيدنت نا حدا هاجر بحزب استمرته قدامنت من يكمز بها نهزمو ازكن كومنس دانس كان ريا خلنا كن ابس حتى بوليتيك نيتا دراي كون سي ني يوكرين بزر جنزب زبلو هاو كان احنا كل اجزاء تم عاد جنزبنا بكار على ما نسد يوكرينسي كان حق زمي دليا قد نحنا وشتنا زلو تقاماتنا شقراتنا دين فتح أمريكا بزو تقامي زلوها ناي تحت غرصي كابي روبان أمريكا عدكيت قال لها كساب كن نحما تحت غرصها مزلوهم يوم كل سبز قلت أمريكا تحت غرصهم عني إيربورتاتهم عني زلوهم بستاندار ناي بعال سويس كتريا خلها كورا دراي كلني بستاندار ناتون سمس حق زمي بعال إمارات كتريا خلها دحريت يوم زلو تحت غرصي إيكونو من عطوم تكالنا اتوم يملع على زلون بر تهزبنا اتوم ب هيلث كير ناتو ب انفراستراكشر ناتو ب ايكونومي ناتو ب اتاويتات ناتو ب انبابرا ناتو بعداز نبر زبي ابزي اوروبا سي فلان اب سويسيا زنبر ابزي مبزعه تسب ازي صبق هيوتي زلو ولا تتحت درجه نو ايكونومي زلو قدام حدر يلنا اب سويس بمريج اخا كمان بوليس نهدو نغا قدام حدر لماني يلن كتلمنا يفكرني ابزعد ورقت كل وكالو نخد لمن لايسنس نايم لمانال نعو وسيتكا غازيتا خاط شي كمنا غبركا تزي كل نغير تقوتاتيرم تخدز بيام زي امريكا كن كندي اس بي غير حضر الله كندي موتين تشقتنا الله نعو كتفتحي قالت اب كل حاجه رجت زلل دونالد ترامب كن اي كبرني يزيلو امريكا تراي قدامنا تي بي خير نير
Ukraine is known before him for tremendous corruption. Tremendous. More than just about any country in the world. In fact, they're rated one of the most corrupt countries in the world. And I don't like giving money to a country that's that corrupt. Number two, I hate being the country that's always giving money when Ukraine helps Europe and the European countries far more than they help us. But I don't like to be the sucker. And European countries are helped far more than we are. And those countries should pay more to help Ukraine. So, it's a good thing to say that it's a good thing. Ukraine is a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. ዶናልድ ትራምፕ ካናተር 40 ዝሕጅ ተበጽሒ ዘለዎ ጋይም ሃለዎ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ምክንያቱ ወገዝ ባህል ኣብ ግዜ ነበረ ቅድም እንታይ ጽሉል ብኣፊ ዛረብ ነይሩ ምዝኾነ ውጋይ ነበረ ምክንያቱ ምስ ፑቲን ተረት ከባቢሮም ተተተማሚቶም ይኸዱ ነይሮም ምስ ዝምድና ኣለዎ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ዝኾነ ዓለም ውጋይ ጀመረ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ከምዛ ትብሎ ዘለካ እቲ ረብሓ ናይ ኤሮጳ ገለ መለ ናይ ግድሶኒ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘገድሰኒ ዩክሬን ክወዛደሊ ፑቲን ይውሰድ ደዛ ዓይነት እዩ ነይሩ ፖሊስና So, in time, I'll let you, I'm not the Margunet near what in general career, I'll not exit Donald Trump. Cap Hedges a lot to manage you. Before Lizzie, Joe Biden, Hedges, the policy, Ms. Zahata got attention is a low. Now, I'm now sick at you. A more data, Colonel Kana Alama Grofo, Nab Africa and Melis. Kibulkalo, Ms. Marian Africa. As Kwame once said, the colonialist never left. He is alive and well. He still wears different masks, and those masks may appear to camouflage him, but they are here. Captain, I can't present in Ghana and Zibolo Iblanalo. Otom Gazatin Africasi, Kedom Dai, Yimasal number, I Kadun, Staffalale, Fungita Tahilom and Lam Kedom Zolo. Bhul Nagar, come now to Manget the Kamnebr, design gear of Nam Kedom. Selezi, I Kadun. Have you ever wondered why, when the British left their colony, they created something that they called the Commonwealth of Nations, to which Nigeria belongs? In that Commonwealth of Nations, the head is the British monarch. When the Queen dies, the King becomes its head. It is headquartered in London. It is the Commonwealth of Independent and Free Nations. It is not. It is a post-colonial, neo-colonial institution. So, English na tem gizatigazan zina barha garat bizgada fatan Commonwealth civil hada mahabara aqwima kullan tan hagarat bi ad English marrah maalachiu kam zina African Union aweka nai English timizizan aynat bimismiz English zihar hagaratien Fransa na tan tigazan zina barat lezi bahara zararba utom gizatu zibahalu zina baru ay gadafu كل صراحاتهم ولا كونترحابهم نيو كولوناليزم كالا عينة من قد جيرهم نتن هاقرات يقزوانيهم سلازي كل قزيه كنك حالنا أبا أفريكا يخون أكايدانا نحنا برسنالي بزي بلوتيكا كنو واحد ديكونا كيدناتنا أستغاغيلنا زيد لي الناس قمتات رسنا دنا بيلا سدتان ياتاتنا عدنا نعانيات سبه كمي جيران الزور عدنا تتقييمنا كنتان كمي مخانو بعلم درجارينا كي تهارمنا كي تقودانا بتبابنا تعدلات نتوك أمولون ربحانا نعانا مجمري أنا السدرانا نعدنا نهاجرنا نعبرنا نعلمنا نخنكون مجمري أجن كباخي كباخا كبايز بجس حبري تادما تدميرو تصميغو عم نفسنا نخو علي زم تزلقو اللهم فيديو أبز خدي ناتكم ريتناتكم حساب أفتح تقرف لي نقولكو كسنا بتكمي تصبغو نايا أفريقيا وطبعو أبيت قد سكات غينو الزمن اختزس معيو مجمري أجن زبكا App Stock Market Invest Gbarro Nika Abbi. Makhniyatu, App Banko Khofi Luzolo Genzabka, Banki Zutikama Luzolo, Ni Europa and America and Maya Ma'bulo Lullo. Watra ghilite, Na Afrika Khitakam Zighil Kiletin, Afiltatin Nighin Hizkin Bigasal Lina, Business Kinam Maharkin Kilal Lina, Lomita Tamahirna Abzim Ibul Alamina Adman Afrika Khitakman Nighil. Watra saliste, App Afrika Nihant So Business, Weyukun Kalitikal, Merab Kirlo Anna Khilal Lo. نزل نخن قبر اتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو انفستر قبر زلنا صباح نقو حزنا خيدنا بافريكا انفستر مقبار هيوتنا افريكا هنكير نخلينا نزل مقبار قن لومس بمتوسينا كن مهارن سكم تكن وسيدن كن كلال لنا نزل زحق سكور ساد مالنا تطغم مولي بلاكم Thank you very much.